العالم هو طبعا حلم من لاي لعيب بيلعب سكواش ان هو يكسب بطوله العالم. انا الحمد لله من سنتين وصلت سيمي فاينل، السنه اللي فاتت وصلت فاينل، فبالتالي التطور الطبيعي ان انا اكسب البطوله. بس لا ما اعرفش يعني، بالتالي هي بطوله صعبه، بس عشان اي حد يكسب البطوله لازم هيعدي على احسن لعيبه في العالم، وان انا عشان استاهل اكسب بطوله العالم لازم اكسب احسن لعيبه في العالم. انا مش فارق معايا صراحه مين الدرو، هلعب مع مين، امتى، انا عايز العب كويس، ويعني ربنا يسهل لو قدرت العب كويس بتاعي هيبقى عندي فرصه يعني. انا بشوف ان الموضوع صعب ان انا العب مع ناس اصحابي جدا، مش بقى مستريحه قوي يعني، بس تالي مع الوقت ومع مرور السنين وان انا بلعب مع اصحابي يعني كتير قوي بدانا نتعود ان احنا نفصل في الملعب. انا عايزه اكسبك، هعمل اي حاجه عشان اكسب في حدود الاخلاق طبعا يعني، بس بره الملعب احنا بنرجع صحاب وبنكلم بعض على طول وكده يعني. اكيد عيطت بسبب السكواش، ده انا بتاعي عيطت بسبب السكواش اكتر ما عيطت في اي حاجه تانيه في حياتي يعني. اقرب حاجه موقف فاكراه يعني اتضايقت منه كانت بطوله الجونه السنه دي لما خسرت من اماندا. كنت 2-0 وبلعب كويس، بعدين فجاه لعبت وحش قوي قوي وخسرت 3-2، طلعت كسرت الاربع مضارب بتوعي، وكان كنت عايزه ارمي الجزمه في الميه. سعلي قال لي لا استني اهدي شويه كده، ممكن تغير رايك. بتبقى فتره كده انا مش عايزه العب سكواش تاني خلاص. حصلت لي كتير طبعا، مش كتير يعني، حصلت لي 3-4 مرات مثلا في حياتي ان انا مش عايزه العب سكواش تاني، بس بعديها بعد اسبوع كده برجع افكر ان انا لا انا عايزه العب تاني يعني. اي شغلانه هتبقى فيها ضغط يعني، انا محظوظه ان انا الشغل بتاعي هو هوايتي، فانا ببقى مبسوطه وانا رايحه الشغل. مش هقول لك ان انا كل يوم ببقى مبسوطه، بس طبعا بتسبب ضغط. الجواز طبعا مسؤوليه كبيره، بس زي ما انت بتقول ان انا عشان متجوزه علي وهو فاهم في الرياضه، لو اي مره هبقى مضغوطه في السكواش هعرف اتكلم مع علي وهو هيبقى فاهم كويس قوي انا حاسه بايه، وهيبقى فاهم يقول لي ايه وما يقوليش ايه. فبتهيألي وجوده هو كلعيب سكواش وكلعيب سكواش في درجه عاليه يعني في اللعبه بتهيألي بيساعدني جدا يعني. لا صراحه بحاول ابعد عن اي حاجه تبقى تخليني ابقى معتمده عليها جدا يعني، بس غالبا لو عملت اي حاجه معينه، اتمرنت الساعه 10 وبعدين رحت عملت كذا واكلت كذا غالبا وكسبت، هبقى عايزه اعيد السيناريو تاني يوم يعني، بس مش هبقى بعيده اللي هو يعني بالملي يعني، بس هبقى عايزه يبقى نفس اعيش نفس اليوم، يبقى نفس الروتين يعني. هو غصب عننا كلنا غالبا رنين ونور الشربيني هيبقوا اجمد اثنين، ان هم فعلا بقالهم سنتين ثلاثه هم فارقين عن اللعيبه كلها، كلنا بنحاول نوصل لهم بنحاول نقرب منهم. لو هختار مش عارف اختار حد بعينه يعني، بس نور ورنين هيبقوا ديفينتلي في اول الليسته بتاعت الناس اللي رخمه جدا تلعب معاهم يعني. التحكيم تقديري، فلازم الواحد ما يتعصبش لو يقدر يعني، وبعدين عمر ما بيبقى فيه اجماع على القرار يعني، بس انا طبعا بتعصب وكتير اتعصبت على الحكم وزعقت له. الحكم بيبقى اجنبي فبزعق له بالعربي فمش بيفهم، فدي بتبقى ميزه عشان مش هيحسب عليا نقطه او هيعاقبني يعني. انا بحب السفر الصراحه، انا بحب تحضير الشنطه يعني. لعيبه كتير هتقول لك ما بتحبش تحضير الشنطه، بس انا بحب تحضير الشنطه بقى روتين يعني، بتعرف انا باخد ايه بالظبط يعني. بس لو هختار بلد تالي امريكا بتبقى حلوه، عشان امريكا فيها كل حاجه واي حاجه وبلد بتتكلم لغه بنفهمها. بس انا بحب السفر بشكل عام للسكواش يعني، مش السفر بشكل عام انها تفسح يعني. ان انا ابقى كسبت بطوله العالم خلاص يعني، او ممكن اكسبها كمان شويه، فممكن ما اغيرش حاجه يعني، ما اعرفش، مش عايزه اقول انا عايزه اغير حاجه يعني. اكتر موقف بفتكره كنت بلعب دور الثمانيه في بطوله امريكا المفتوحه 2015، بلعب مع رنيم الوليلي وطرت على كوره وقعت على كتفي، حصل لي قطع في الغضروف بتاع كتفي، فاحتجت اعمل عمليه وقعدت 7 شهور ما بلعبش. كانوا 7 شهور رخمين طبعا، ان انا كنت لسه متخرجه من الجامعه، فكنت بقى قلت هلعب بقى سكواش فول تايم وابقى مركزه في سكواش بس 7 شهور وقفوني شويه يعني، بس ما اثرش فيا صراحه، لسه بطير ولسه بعمل جزء من شخصيتي مش عارفه بوقفه يعني. تهيالي انا درست اقتصاد في الجامعه، فبالتالي كنت هعمل حاجه كده، بس مش متخيله نفسي بقى قاعده على مكتب صراحه يعني. غالبا احنا الرياضيين مش متخيلين نفسنا بنعمل حاجه غير رياضه وتمرين، غالبا هتبقى حاجه بالدرجه اللي انا اتعلمتها يعني.
احب ابقى فرقت في حياه الناس، لو دي في جايزه ان انا ابقى فرقت في حياه حد يعني احب ابقى اخدت احسن واحده فرقت في حياه الناس. بشجع الكوره في مصر يعني، بشجع محمد صلاح، بحب اشجع كريستيانو رونالدو، بحبهم يعني، بحب اللعيبه، بحب محمد صلاح زي اي حد مصري طبعا بيحبه يعني. هو علي بيتابع ارسنال، هو الفريق المفضل بالنسبه له، وريال مدريد بتهيالي، بالتالي بما ان احنا متجوزين بقيت اتفرج على ماتشاتهم كتير يعني، بس بالتالي هيفضل ليفربول عشان محمد صلاح يعني.